السلام عليكم ورحمة الله، معكم فدوى وقناة قطوتي. الوصفة ديالتنا اليوم هي وصفة ديال العشاء، سهلة وسريعة، المقادير ديالها بسيطة جدا. غادي نحتاجوا ليها واحد الحبة ديال الطماطم كبيرة اللي مقطعة مربعات، حبة كبيرة من البصل مقطعة مربعات، حبة فلفل أخضر مقطعة مربعات، كيمكن لكم أنكم تستخدموا أي فلفل عندكم، وزيتون مقطع أوتون. هنا غادي نبدأ مباشرة بالحشوة. أول حاجة غادي نوضع واحد المقلاة على النار، غادي نوضع فيها زيت الزيتون حتى غادي تسخن، وغادي نضيف البصلة اللي قطعت مربعات بحال هذا الشكل، غادي نضيف الفلفل الأخضر والطماطم، غادي نضيف جميع هاد الخضر في دقة واحدة. كيمكن لكم أنكم تستخدموا الفلفل الألوان إلى توفر، او لا تكتفيوا بحال هكا بالطماطم الفلفل والبصل. غادي نوضعهم على النار اللي تكون عاليه باش يتبخر ليا الماء ويبقاو ليا الخضر، يعني يبقاو شادين في راسهم. هنا ضفت الملح وضفت الابزار، كيمكن لكم تضيفوا العطريه على حسب الذوق، انا ما بغيتش نكثر العطريه، فقط الملح والابزار باش يبقى النكهه ديالهم موحده. وكيمكن لكم تضيفوا حتى الزعتر، انا ضفت الزعتر ولكن ما ضفت انا الزعتر او القزبر او المعدنوس. هنا دائما على نار عاليه جدا غادي نبقى تنخلط في الخضر باش يتبخر ليا الماء بلا ما يهبطوا ليا الخضر بحال هذا الشكل، ومن بعد ما كيطيبوا كيتبخر الماء تماما بحال هذا الشكل. غادي نضيف العلبه ديال الطون بالزيت ديالها، كيمكن لكم تستخدموا علبه ديال الطون اللي تيكون بالماء الا ما بغيتوش ديال الزيت، وتصفيوه من الماء ديال. هنا غادي نضيف الزيتون الاسود اللي مقطع، زيتون اخضر حتى هو مقطع مربعات او لا قطع رقاق، وغادي نخلط جيدا صافي، وغادي نطفي على الحشوه ونخليها تبرد وندوزو باش نحضروا الخليط ديال العجين ديالنا. بالنسبه للعجين ديالي غادي نحتاج ليه جوج حبات ديال البيض، حبات اللي يكونوا بحراره الغرفه لاننا غادي ندخلوه الفرن وبغيناه انه يجينا عجين اللي هو طري ومهور. غادي نضيف العلبه ديال الياغورت، الوزن ديالها 120 غرام، هنا ياغورت طبيعي بدون سكر، نصف كاس ديال الزيت الزيتون، يمكن لكم ديروا غير الزيت النباتي الا ما كانش زيت الزيتون. غادي نضيف الملح، البزار، يمكن لكم تنسموا هنايا حتى بالزعتر، وكأس ديال الحليب، الحليب اللي يكون دافي شوية، يعني غير تدوزوه يدفى يكون تحملوا الحرارة ديالو، ملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة ديال السكر باش غادي يتحمر لنا هاد الفطيرة ديالتنا أو هاد الكيكة ديالتنا، وكيس ديال الخميرة الكيميائية اللي الوزن ديالو 7 غرام. غادي نخلط هاد العناصر كاملين بحال هاد الشكل حتى غادي ينسجم ليا البيض مع الياغورت ومع هاد العناصر كاملين، ومن بعد غادي ندوز باش نضيف الدقيق. بالنسبه لقياس الدقيق غادي نخليه لكم في صندوق الوصف في الاسفل، هو والعبار ديال المول اللي غادي نستخدم. غادي نبقى تنضيف الدقيق بحال هاد الشكل وانا تنخلط حتى غادي ينسجم ليا ويختفي ليا الدقيق، خلطوا جيدا حتى يولي القوام ديال الخليط يولي كريمي بحال هاد الشكل. من بعد غادي ندوز باش نوجد المول اللي غادي نوضع فيه هاد الخليط. المول كيمكن لكم تستخدموا اي مول عندكم، هذا هو القوام كي كتشوفوا. المول كيمكن لكم تستخدموا اي مول عندكم، انا هزيت مول ديال الكيش ودهنتو الكيش ودهنتو بالزبده ورشيتو بالسمين، كيمكن لكم ترشوه بالدقيق او اي حاجه كتفضلوا، انا هنا رشيتو بالسميد باش تجيني من تحت حرشه كتعطي السميد كيعطي واحد اللون احسن لهاد المعجنات. ومن بعد غادي نصب الخليط ديالي، من بعد ما كملتو غادي نصبو كامل في المول ديالي. كيمكن لكم تستخدموا اي مول ديال الكيك عادي عندكم
وتستخدموا او طاوة ديال الزاج. هكا غادي نسرح الخليط ديالي في المول، ومن بعد غادي نجيبوا الحشوة ديالتنا من بعد ما بردات، وغادي نوزعوها عفوا على الوجه ديال الخليط بحال هذا الشكل. غنوزع جميع هذيك البصلة، الزيتون، الفلفل الاخضر والثوم كله على الوجه ديال الخليط. هنا كيبقى لكم الحشوة على حسب الاختيار، كيمكن لكم تحيدوا البصلة او تزيدوا الفلفل الوان او تحيدوا الثوم او ديروا بلاصتو الكفتة او الدجاج، يعني على حسب الذوق. غادي ندخل الفطيرة ديالتي الفرن طيب وتحمر، ونتلقاو باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي. من بعد ما كطيب لينا بحال هذا الشكل، كيجي الشكل ديالها محمر وكتجي خفيفه جدا. كنخليوها كطيب على نار اللي تكون متوسطه، بحال الا بغينا نطيبوا الكيك، وغادي نخليوها حتى تطلع وتطيب وتحمر. تقريبا خدات معايا نصف ساعه، كيمكن ليها تاخذ لكم حتى 40 دقيقه، يعني على حسب الفرن ديالكم. كنخليوها حتى كطيب جيدا من التحت، ومن بعد كنديروا ليها النار من الفوق تحمر بحال هذا الشكل. هذا هو الشكل ديالها. يمكن لكم تضيفوا ليها الجبن من الفوق الى كتفضلوا، او تخليوها بحال هذا الشكل. غادي نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتجي بحال بيتزا سائله او كيك مالحه رائعه بحال هكا العشاء. تقدموها مع حريره او مع حساء، يعني غادي تجي من اسهل ما يمكن لكم انكم تحضروا. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كنقطعها كتجي خفيفه جدا، وكتجي فيها الحشوه رائعه من الفوق. الحشوه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، كيمكن لكم ديروا الحشوه اللي كتفضلوا. كي كتشوفوا كتجي خفيفه وطريه. انا زولتها من المول، خليت لها غير هذاك القاع ديال المول بحال هذا الشكل. كتجي خفيفه وطريه بحال هذا الشكل. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم دائما ما تنساوش انكم تبارطاجيو القناه وتدعموا القناه، تخليوا لي تعليقاتكم في خانه التعليق، وتطبيقاتكم تصيفطوا لي حسابي في الانستغرام. الحساب ديالي هو غاتوتي، والى الفيديو القادم باذن الله.